السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم السريع هو طريقة إلغاء إعجابك بصفحات فيسبوك لا تريد أن تكون معجب بها. وهذه الطريقة هي طريقة عن طريق إلغاء ربما 10 صفحات جملة واحدة. كيف نقوم بذلك؟ أكيد لن نستعمل أي كود أو سكريبت خارجي أو تطبيق أو غير ذلك، فقط باستعمال خيارات المتوفرة في الفيسبوك التي يقدمها الفيسبوك. ندم إلى الفيسبوك في خانة كتابة الموقع، بعد اسم الموقع فيسبوك نزيد بيج، كلمة بيج، ثم أوكي. فتظهر صفحة أبرز اقتراحات. هذه صفحات لفيسبوك يقترحوها علي لأقوم بالإعجاب بها، يمكنكم اختيار بعض الصفحات والإعجاب بها مباشرة من هنا. فهذه الاقتراحات يعني مقترحة حسب البلد المتواجد به أنت واهتماماتك على الفيسبوك كذلك. ما يهمني هي الصفحات التي أعجبتني من قبل. هذه صفحات. ثم نختار هذه بدء الاستخدام. ماذا نستخدم؟ مراجعة الصفحات التي تم الإعجاب بها. يمكنك مراجعة تسجيلات الإعجاب بصفحات للتأكد من أنها تعكس بالفعل الأمور التي تهتم بها. أضغط على بدء الاستخدام. تظهر هذه النافذة. فيخبرني أني معجب ب132 صفحة. الآن أقوم بمعلية إلى اختيار الصفحات التي لا أريدها. ربما سنجرب هذه 3 صفحات. فيمكنك اختيار الكثير التي من الصفحات التي لا تريدها بسبب ربما تغيير اسمها أو تغيير اهتمامات هذه الصفحة. ثم بعد اختيارها تضغط في هذا الجانب، تظهر هذه الصفحات في هذا الجانب، فتختار التالي. هنا يؤكد لك هل تريد بالتأكيد إلغاء إعجابك بهذه الصفحات، فتضغط حفظ. الآن تمت العملية بنجاح. ثم تضغط على موافق. الآن فتم إلغاء إعجابي ببعض الصفحات التي كنت لا أرغب بها. إذن في الأخير لا تنسوا الإعجاب أو الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب نسيم دي زد. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.